قراءة دعاء أعددت لكل هول، هذا ربما سامعي ربما حافظي، اقرأ من قال هذه الكلمات في كل يوم من عشرا غفر الله تعالى له 4000 من الذنوب، ووقاه من شر الموت وضغطة القبر والنشور والحساب والأهوال كلها، وهي 100 هول أهونها الموت، ووقي من شر إبليس وجنوده، وقضي دينه وكشف همه وغمه وفرج كربه. هذا يمكن واحد يكتب بعض الكلمات يخليها في غرفة نومه، في غرفة الجلوس يومية يقرأها كذا مرة، أو في سجادة الصلاة. أعددت لكل هول لا إله إلا الله، مهما كان الهول، الله أعظم، الله أجل، الله أكبر، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل أعجوبة سبحان الله، ولكل ذنب استغفر الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل ضيق، ضيق صاير عندك أخذت عليك أقطار الأرض وآفاق السماء، حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.